عمر القراي يجي يقول لك والله مبارك الفاضل جاء. يا اخي انت كمان وبادلي بي اي وبتكذب، شابكني فلان جا وفلان جا، فلان ده جا في 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 وهمك في راسك، ما في زول من الناس اللي انت بتتكلم عنه. فيا اخواننا نحن ما دارين زول زايد علينا. الوثيقه دي وقعاهن هن اللي كانوا بيقولوا نحن والله مع المكون العسكري سمن على عسل ولا سمن على لبن، ونحن متوافقين وديل شركانا وديل ما كنا نحن اللي قاعد نقول، ولا نحن اللي اخترنا حميتي ولا كباشي عشان ما يفاوضونا في جوبا، ولا اخترنا ود الفكي ولا التعاشي عشان ما يكونوا، انتوا اللي اخترتوا ما اخترناه نحن. شاهد الله الزواج الكاثوليكي الذي كان ما بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير والله يشيب له الولدان، كانت حالة بتاع التناغم وحالة بتاع علاقة نحن ذاتنا احترنا فيها. أنا أقول لكم حاجة، قبل كده أنا قلت للبرهان، للرئيس البرهان في حضور كباشي، الفريق أول كباشي والفريق ياسر عطا واللواء الصادق بعد واحدة من اجتماعات الشركة ديل، لأنه كان طوالي بدي طاها اللجنة فيها طاها، البتاع فيه طاها، اختيار الحكومة طاها، اختيار ما بعرف شنو. قلت له يا أخي طاها ده ولدك نحن ما عارفين، انت طوالي طاها ده مش استقطوا أحمد ربيع ولا طاها ده ياتو، انت لو دار تشتغلوا امشي اشتغلوا مع تجمع المهنيين الحقيقي. حتى اللي هو صادق لما مرقنا قال لي يا أخي كلامك ده حر ما كان تقوله للرئيس. قلت له يا أخي أقوله ما أقوله ليه؟ الليلة اختلفوا فيما بينهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وجو بعد ذاك يطلعوا فينا الفرية إنه نحن والله من السقيم مع المكون العسكري، ونحن عملنا مع المكون، نحن ما نستقل مع المكون العسكري ولا عندنا علاقة بالمكون العسكري، وما تم في غاية الصداقة ما عنده أي علاقة بالمكون العسكري. ديل حشودنا نحن الجبنان، كل تنظيم جاب ناسه، عشان كده نحن هسه زي ما نحن عملنا إنتوا عمل، وين المشكلة؟ وبعد ده في حاجة مهمة جدا، اتفاق جوبا ده قال مراجعة كل الوظائف القيادية التي تمت في الدولة بعد الثورة. ناس كتار زولي وزولة، انظروا للوزارات داسي، وزارة الشباب والرياضة في ولاية الخرطوم جابوا لها هنادي الصديق المؤتمر السوداني، وزير التجارة والصناعة حزب أمة، شوفوا حزب الأمة الآن متمدد في وين، قاعد في كل مفاصل السلطة دي، ويجي يقول لك والله انتوا نحن من اخوي نحن ولا عندنا غفير واحد ما عندنا، انتوا الان قاعدين وزراء، انتوا الان قاعدين ولا، وده ما بيمشي. حمدوك ده نحن لما لاقيناه قال ثاني والي ما عنده حاضنه سياسيه حقيقيه وما عنده حاضنه اجتماعيه حقيقيه ما بيجي، والان نحن